عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم اجتماعا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وذلك في قصر السلام في جدة. وأعرب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أخلص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، سائلا الله سبحانه وتعالى يديم على المملكة الشقيقة عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة ما حفظه الله. كما نقل جلالته أطيب تهاني وتحيات العائلة المالكة وحكومة وشعب البحرين إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى العائلة المالكة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، واستعرض الجانبان مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة. وأعرب صاحب الجلالة عن اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية السعودية وتميزها والحرص المتبادل على تقويتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، وأكد العاهلان حفظهما الله حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد جلالة الملك المعظم بالدور المحوري الفاعل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة والدفاع عن مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة. كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. وتكريما لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء بمناسبة زيارة جلالته إلى المملكة الشقيقة.